التعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذة إيناس زايد. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. هيومان رايتس ووتش في تقرير لها اليوم قالت بأنه لا يوجد سبب أمني لمنع عوائل نازحة من العودة إلى مناطقها. كيف ترين الإجراءات الأمنية الحكومية مع النازحين؟ نعم، مساء الخير. يعني بالتأكيد لا يوجد أي سبب أمني لمنع العائلات النازحة من العودة لديارهم. هذا الأمر ليس بالشيء الجديد، لأن معظم المناطق التي تم استعادتها من ميليشيات ما يسمى تنظيم داعش مثل مناطق جرف الصخر وغيرها، هي مناطق فعليا أصبحت تحت سيطرة القوات الحكومية التي يقع على عاتقها التزام فرض الأمن والاستقرار وإعادته إلى تلك المناطق بالشكل الذي يمكن كافة الأهالي من العودة إلى ديارهم. للأسف على خلاف ذلك تماما، نجد أن القوات الحكومية لا تيسر فقط، أو يعني بالأحرى ليس فقط لا تيسر عملية عودة النازحين، ولكنها أيضا تعطلها، على الرغم من أن القانون الدولي قد جاء واضح بالنص على أن حق العودة الطوعية للمدنيين النازحين الذين خرجوا من ديارهم بسبب وجود نزاع مسلح يهدد حياتهم. نعم، هل رصدتم في المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان الإجراءات التعسفية التي تمارس ضد النازحين وفيما تمثلت؟ نعم، يعني نحن قمنا كمرصد أورو متوسطي برصد العديد من الإجراءات التعسفية تجاه النازحين بشكل عام، ومن تلك الإجراءات منع الأشخاص من العودة إلى بيوتهم وديارهم. هناك أيضا احتجاز للمدنيين والنازحين في مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، وفي ظروف احتجاز سيئة للغاية. هناك أشخاص لا يوجد لديهم الماء أو الدواء أو حتى الكهرباء، وأيضا منهم من يوجه إليه اتهام بأنه أو يعني له أقارب منتمون إلى داعش، ولكن هذا بالتأكيد يفتقر إلى أي دليل. وبالتالي تقوم القوات الحكومية يعني سياسة بارتكاب سياسة العقاب الجماعي تجاه هؤلاء الأشخاص. هناك العديد من العائلات أيضا أصبحت يعني في عزلة وحصار واستغلال منذ شهور، يعني لا يسمح لبعضهم من حتى تلقي المساعدات الغذائية، فضلا طبعا عن نفيهم وحرمانهم من العودة إلى ديارهم. هذه الانتهاكات فعليا التي تتعرض لها العائلات يعني تهدد حياتهم بشكل مباشر وتزيد من معاناتهم، وصف تورط للقوات الحكومية في ارتكاب هذه الانتهاكات. نعم أستاذة إيناس، مجلس محافظة الأنبار قال بأن نسبة الأمية بين النازحين بالمحافظة وصلت إلى 40%. هذا التصريح يعني يأخذنا للحديث عن الخدمات التي تقدم من قبل الحكومة في بغداد للنازحين في مخيماتهم. هل هناك فعلا خدمات تقدم للنازحين؟ وهل ترقى إن كانت موجودة للمعايير الدولية الخاصة برعايتهم؟ نعم، يعني فعليا هذه النسبة يعني هي نتيجة منطقية لما يعانيها المدنيون والنازحون في العراق، كما ذكرت لك في ظروف سيئة جدا في المخيمات. الأمية ترتفع بسبب غياب تام لفرص التعليم سواء للأطفال أو حتى يعني الأشخاص للالتحاق في المجالات العلمية كافة، وهذا الأمر يعني انعكس على مسألة أو نسبة الأمية في البلاد. أيضا بالإضافة إلى ذلك يعني هناك نوع من تجنيد للأطفال وحثهم على الالتحاق بميليشيات مسلحة مقابل المال، فضلا عن التحاقهم بمقاعد الدراسة. هذا الأمر يجعل من الأهالي تحت الضغط يعني دفع أبنائهم للمشاركة في تلك العمليات العسكرية من أجل الحصول على المال، يعني عوضا عن التحاقهم بالمدارس وبالسلك التعليمي. وصلت الفكرة الأستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية في المرصد الأورو المتوسطي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. شكرا جزيلا لك.